البنت لازم تمشي زبطتها، لانه هي وسيله المواصلات الوحيده بالعالم بعتقد انه انت تطلع براسها مو برجلها بتشك على المقعد. واذا بنت مشت ايدك سيدتي وتفضلي. كليف هانجرز هي مبادرة روائيين أو ستوري تيلرز أسستها الأستاذة الجامعية والممثلة ديما متى بهدف إفساح المجال أمام الشباب للتعبير عن قصصهم بأسلوبهم الخاص. هاي ديما. هاي. كيفك؟ تمام، أنت كيفك؟ ماشي الحال. بدي منك تخبرينا عن مبادرة كليف هانجرز، كيف بلشت معك الفكرة من الأساس؟ بلشت شوي هيك فجأة وما كنت أبداً مخططت له. رجعت عملت دراستي بأمريكا، وقت رجعت كان جعبالي شوف شو عم بيصير هون بالفن وبالثقافة. انت درستي أدب إنجليزي يعني؟ أدب إنجليزي وكرياتيف رايتينج. فرجعت وأنا بكتب نثر، ما بكتب شعر، فطلعت حوالي لقيت ما حدا عم بيعمل ايفنتس خاصه بالقصص، عم بيعملوا بويتري نايتس للامسيه الشعريه ماكسيمم. فرحت مره على بويتري نايت وقلت انا هات لاقرا قصه من قصصي قصيره مهضومه كل شيء. ايه ما زبطت ابدا، العالم ما كان بدهم يسمعوا، خلقون صاروا يحكوا بين بعض وما بعرف شو. فقلت انا للهيئة ببيروت ما بتزبط. فضليتني شي سنة ما عم بعمل شي بهذا الموضوع، كنت عم بعلم، عم بعمل غير اشياء، عم بمثل. بعدين في رفيقتي امريكانية بتقلي ديما هات لها نعمل ايفنت صغير مهضوم نخبر قصص عن بيروت. قلت لها شو بدك بهالشغلة؟ أنا جربتها وما زبطت أبداً. العالم هون ما عندها القدرة تسمع 10 دقايق 15 دقيقة حداً عم بيحكي. قلت لها تعي نجرب. قلت لها طيب كرمالك هات لنروح نجرب. فرحت خبرت قصة مهضومة كنت كاتبتها بأمريكا، وفعلاً العالم تسمعت وتضحكت وتفاعلت. شو اختلف هالمرة أقولك؟ افتكر اللي اختلف إنه عارفين رايحين يسمعوا قصص، ولانه قصة عن بيروت، وبيروت تعرف العالم يا بتحب بيروت يا بتكره بيروت، يا ساعة بتحبها يا ساعة في لا اشكالية مع بيروت كتير. فزبطت. بس بعدين اللي صار انه رفيقتي سافرت رجعت على امريكا، وبيحكين المحل بيقولوا لي بدك تكفي انه الهيئة شيء لذيذ. تقول ليكو انا ما بعرف شيء بهالموضوع، بس انه يلا منتسلى شو عنا. فعزمت اصحابي لانه انا بمجال الفن، للي بيرقص للي بيغني للي بيخبر مسرح ما بعرف شو. قلت لهم ليكو شو عندكم الخميس بقى عشيه بتجوا بتخبروا قصص؟ ايه عن شو بدكم؟ ايه عم اجوا خبروا قصص. اذا اجى يمكن شيء 30 شخص كبداية كثير، انه واجوا قعدوا ساعة ونص هيك ما حدا عم بيتحلفظ، تسمع بيقولوا ابري ورنتها اكزاكتلي. فقلت انا لا والله الهيئة في شيء عم بيصير هون هات لنكفي. بنيت عليه وبنيت عليه. مرة ثانية من الزلافاوي انا وصديقة معنا هالشيء ملفوف بورق، بنطلع بقلب السيارة بيقلنا شوفير سيرفيس سؤال، هيدا البول؟ نعم. يقبلني رب المسيحية شو بحبه. فصرتي شو تعملي هلا كل شهر مرة تعملي هالإيفنت؟ ايه صار لي 3 سنين وضلوا يكبر المشروع، وبمتحف سيرسو اجى 500 شخص حضر الإيفنت بستيشن which is an art gallery على جسر الواطي، كان في 400 شخص بطلنا عارفين ان نحطهم، صار العالم قاعدين على الدراج. حلو. وهلا كل مره مثلا بتحددي ثيم معين او عبره معينه بدها تكون الايفنت عنا 100%. وكل مره شيء حسب شو بيطلع على بالي، اوقات بسال رفقاتي بنكون قاعدين هيك عم نشرب قهوه بقول لهم ليكون شو بنعمل الشهر الجاي. فطلع عنا مواضيع مثل انه اوقات الالوان، وانتم يعني مثل ما بدكم فهموها مثل ما بدكم خبروا قصص. مره كان عن القمع، كيف شو هن انواع القمع اللي نحن منخوضها بلبنان. فهيدا كان شيء كثير كثير انترستينج. واوقات عن الاحلام، كل مره شيء. شو مره كانت عن البيوت القديمه، كان كثير حلو هيدا النهار عن جد. في محل التراث اذا بدنا نقول بهول الامسيات، ولا اجمالا كله كل القصص بتعتمد على شيء عايشينه هلا بهذا بالحاضر يعني؟ بفتكر ما فينا نفرق التراث والشيء اللي عايشينه هلا. بفتكر لنقدر نخلي تراثنا عايش لازم يضلوا جزء من شو عم نحكي. بفتكر في تسلسل
بكيف التاريخ بيمضي. ف بس هلا العالم عن جد هما تحكي عن قصص عم تختبرها. يعني قبل الحكواتي كان يحكي قصص عنتر وعبلة واتسترا. ايه هاي ما كتير بقى الى ما بدي اقول ما الى محل، اكيد الى محل، كله له محل، بس العالم بدها تعبر عن هي شو عم تختبر. فبفتكر هيدا الجانر الحكواتي الجديد اللي هلا طلع. خبرتكم مثل ما قلت كم شخصيه ممكن تلاقوا فيها، ممكن تشوفوا حالكم انتم وحده من هيدي الشخصيات وممكن لا. سو اول شخصيه هي اللي بتحلف بغربتها بالداون داون. اوكي، هيدي الشخصيه بالنسبه لها بيروت هي اشرفيه رمال مدور صيفي. اصلا هي ما بتعرف هيك اسمه، هي فاكرتهم كلهم اشرفيه بما انك يعني عم تقولي 3 سنين، في قصص معينه هيك اكثر شيء بعدها هيك بتقولي بتاثر فيك او بتتذكريها منيح من اللي انحكى؟ بتذكر قصه شاب خبرها عن كيف بيعاني من انكزايتي، قلق، وحكي عن قد ايه صعبه وقد ايه العالم اوقات ما بيتفهموا شو يعني وقد ايه بيصارع مع هيدا الموضوع. كان شيء كثير بياثر. وبعدين بعد ما خلص الايفنت اجت وحده لعنده قالت له انا كمان عندي قلق وعن جد كثير بيعني لي انه انت حكيت عن هذا الموضوع، انا اوقات بحس حالي لحالي. فشكرته انه عن جد ميرسي كثير انه تجرأت تحكي بهذا الموضوع، لانه العالم عاده ما بتحكي، كثير تابو عنا الامور النفسيه، المشاكل النفسيه. هيدا بما انه حكينا على الشأن الخاص، اذا بدنا نقول كل واحد مساحته الفرديه، اذا بدنا نعممها اكثر برأيك ديما، إذا بدك تعملي نوع من الباترن أو يعني القواسم المشتركة بين القصص اللي بتسمعيها بتتكرر على طول، قد إيه بتشوفي مثلاً السياسة الاقتصاد للبلد حاضرة بمعظم القصص اللي بتسمعيها؟ شو القواسم المشتركة؟ في منيح، لأنه إذا في شيء نحكى عنه هو كل المشاكل بهيدا البلد، فعشان هيك ما بتخلص القصص. عملت مسرحية أنا وشاب رفيقي من سنتين عن أنواع القمع للي منشوفها بهيدا البلد، وسمينا المسرحية بعد في قصص لأنه عن جد ما بتخلص. ففي واحدة من الستوري تيلرز اللي على طول بتكون بالستوري تيلينج نايتس تبع كليف هانجرز اسمها ريم قائد بي، هي عاملة political science وبتحكي بطريقة بتفقع ضحك عن السياسة، عن المجتمع، عن الاقتصاد، وعلى طول عندها طريقة هيك تنتقد نقد ساخر يعني كتير. ففي العالم بكيفوا فيها، وعن جد عايزين عالم مثلها لتسلط الضوء على هيك قضايا. أما وقت عملنا الستوري تيلينج نايت عن البيوت القديمة، طب ما البيوت القديمة كلها عم بيكسروها ليعملوا باركينج، ليعملوا بنايات 40 50 طابق ما حدا بيسكن فيها، طب وين عم بيروح التراث تبعنا؟ وين عم بيروح الهندسة اللي نحن والبيوت القديمة اللي نحن مشهورين فيها؟ وخاصة كمان قضايا مثل منتل هيلث، الصحة النفسية، الصحة النفسية تبع الأشخاص، العالم اللي بيواجهوا صعوبة بالمجتمع لأنه بيكونوا مثليين، فصعب المجتمع يتقبلهم اما اهلهم يتقبلون. كل هول مواضيع بتضل تطلع خلال هالسنين. بيسكلي بدي احكيكم انا about counter arguments against homosexuality. I talked to my dad about it عشان we're like really close. انه اظهر مع مين ما بدي، بعدين قال لي اظهر مع مين ما بدك، it's not a disease وقناعتني وتمام وعمل لي بدك اياه بس لما اموت. لما اموت ما لي خلق وجعك على راس عائلتنا، ما لي خلق اسمع حكي. يعني بباطن هيدا الايفنت او هيدا النايت المتكرره في نقد للنظام دائما موجود بطريقه او باخرى خلف هالقصص. اذا بدنا نقول ايه، لانه نحن كيف بدنا نغير البلد اذا ما بدنا نتقبله مثل ما هو؟ طب ما بدنا ننتقده، بدنا نشوف كيف بدنا نغير، بدنا نشوف كيف بدنا نتجمع، بدنا نحكي، بدنا نتفاعل مع بعض، نفكر مع بعض، نشوف شو فينا نعمل لنحسن البلد. This is what happens when I clown. I get naked. ما عم بنسى. طب ديما إذا حدا إجا قال لك هول الإيفانتس عم بيكونوا شوي نخبوية، يعني الشباب الموجودين عم بيكونوا دايما من بيروت ببيروت، شباب جامعات بيحكوا لغات كذا،
هل هي إيفانتس نخبوية فعلاً ولا لا؟ كمان في مساحة لكل مختلف شرائح الاجتماعية، مش بالضرورة تكون بس كمان ببيروت ليالي. وقت بلشنا، لأنه بلشنا هيك كركبة شوي، كان أكتر شيء في طلاب جامعة عم بيجوا بيحضروا، كان أكترية القصص بالإنجليزي. بعدين وقت بلش يكبر المشروع ويتأسس أكتر ويركز أكتر، صار أكترية القصص بالعربي، وفي عالم من كل الأحياء، من كل واحد وظيفته شكل، وصار في تنوع أكتر. ولأنه عم نتنقل من محل لمحل ببيروت، كل محل عنده الجمهور تبعه. وهلأ بالسنة الجديدة أنا، لأنه بعلم بجامعة، في عندها كامبس بسوق الغرب، فلح نعمل ستوري تيلينج نايت هونيك. وبعدين بعد كم شهر طالعين على طرابلس نعمل ستوري تيلينج هونيك. فيعني أنا بعمل كل هيدا شيء من وقتي، ما حدا بيقبض، ما حدا بيطلع مصاريف. أوقات صعبة نطلع من بيروت، بدك شوية ريسورسز لتعمل هيدا الشيء، بس إن شاء الله تزبط. طب ليه مهم يعني هيدا الشيء الحكواتي كمهنة يلي تعد مهنة تنتمي للتراث؟ ليه مهم اليوم إعادة إحيائها، وأنه نحن كشباب والأفراد عامة يلجأوا له؟ تعرفي في كتير أسباب. إذا بدنا نبلش، فيني أقولك أنه أولا لازم العالم تسمع على بعضها. بفتكر ثلاث أرباع مشاكلنا هي جاية من وراء أنه ما بنسمع على بعض، ونحن هون ما عنا مساحة عامة لنلتقي مع العالم، ما عنا جنينة عامة، ما عنا مطارح فيها العالم تلتقي، حدا نكون عم بيدق موسيقى يجي حدا يقول له عن جد موسيقتك حلوة، أنت إمتى ما عنا ما في تفاعل عام يعني أبداً مع المساحات أبداً كمان. عشان هيك الإيفنتس كلهم ببلاش، يعني ولا أنا بعمل مصاري من الموضوع، ولا حدا بيقبض ولا شيء. إنه هيدا محل أنتوا بتجوا بتشربوا فنجان قهوه، بتشربوا كيس، بتقعدوا تسمعوا قصص، بعدين بالاوبن مايك بتعلوا ايدكم، بدكم انتم تشاركوا قصه اهلا وسهلا. فهيدا اول شيء مهم. ثاني شيء، نحن ربينا ببيئه ما بتشجعنا نحكي ابدا، بتشجعنا نسمع، بتشجعنا نحفظ، ان كان من ايام البروفي والباك الخ يعني ما تعودنا نعبر. نحن ما تعودنا نعبر، والعالم على طول بحسسونا انه نحن قصصنا مش مهمه، نحن شو عشنا بالحياه مش مهم. فكليف هانجرز يعني عم نقول للعالم انه بلا، كل واحد صوته مهم، كل واحد قصته مهمه، تعالوا نتشارك هالقصص، تعالوا نسمع لبعض، وتعالوا نساند بعض. يعني العالم لازم تعرف انه هيدا محل امن، محل امن انه تخبر قصتها بلا ما العالم يقوموا قيمتها، بلا ما حدا يقلل من احترامهم. فمن كام شهر في شاب طلع حكي انه كيف he was harassed، تعرض لتحرش وقتها كان صغير، وقد هيدا الشيء اثر فيه. فالعالم عم بتبكي، العالم عم بتزقف له، العالم يعني كتير كان في تفاعل إيجابي مع الشخص، وهو ساعات حس إنه في عالم عم تسمع لي، في عالم ما عم they're not judging me، إنه أنا مش عم تحكم عليه بطريقة 100% تزعجه يعني. إيه اليوم ديما كمان في كتير لجوء للسوشيال ميديا، يعني شفنا من فترة حملة ميتو أو أنا أيضا، النسوين صاروا يعبروا عن التحرش اللي بيتعرضوا له، يكتبوا عبر السوشيال ميديا. يعني بأجواء هالقد السوشيال ميديا اليوم طاغية حياة الشباب، قديه يعني قديه مهم كمان مثل ما قلت المساحة، إنه كمان فيزيكلي أو جسديا يكونوا متواجدين بمساحة واحدة، يعني خطابيا يحكوا. أكيد بفتكر أكيد السوشيال ميديا كتير مهم، ما فينا نلغيه من حياتنا at this point، وكتير في activism عم بيصير على السوشيال ميديا، وبفتكر هذا الشيء بيجنن. بس على طول في فرق وقتها تشوفي الشخص، وقتها تسمعي له صوته أما صوته، لأنه التعاطف بيصير أكتر، وبيصير عن جد ما مش مشغولين بتليفوناتنا، ومنكون متواجدين مع بعض in the moment. فبنختبر شيء عن جد، أو كل مرة بتخلص السهرة بحس كلنا محمسين، كلنا مليانين كل في شيء مشاعر، وحزنين وزعلانين ومبسوطين، وعم نضحك وعم نبكي. طب هيدا مش رح نحسه على السوشيال ميديا، مش رح نحسه ورا شاشة، لا، بدنا نكون بوش بعض. كل واحد منا في كل بحكة